طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. جمعية العون والإغاثة، أبطال تحدوا الظروف وأثبتوا أن الأمل والعمل هما المفتاح لصناعة مستقبل مشرق. هذه الثلة من خريجاتنا وخريجينا الأعزاء هي الأمل الذي يحمل راية التغيير والمستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور مصطفى بكور، رئيس جمعية العون والإغاثة. اليوم كنحتفلوا بحفل ديال التفوق، كنحتفلوا به كل سنه بشكل عادي. هي فرصه كنلقيو الضوء على الابناء ديالنا المتفوقين، خصوصا في السنوات الاشهاديه حتى السنوات الجامعيه، لان فلسفه الجامعيه تقوم على دعم التمدرس بالنسبه لنا رافعه الكرامه، وكرامه اليتيم واسره اليتيم هو الشعار ديال الجمعيه، يتحقق كرامه اسره اليتيم في المجتمع المتضامن. الحفل ديال هذه السنه كيتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف وجوج ذكريات وطنيه تعزيز علينا، المسيره الخضراء وعيد الاستقلال المجيد لغاية قرابين في نوفمبر، ومرت علينا سنه على الذكرى الاليمه ديال الزلزال. غتكون فرصه نلقيو الضوء على تدخل الجمعيه في الزلزال، وهي فرصه نكرموا جمعيات محليه للمجتمع المدني في منطقه الحوز وكذلك مراكش الكبرى اللي تعاونوا معنا في تنزيل برامج الجمعيه لمده الزلزال اللي اشتغلنا فيه لمده سنه كامله. كذلك غتكون فرصه نكرموا امهات متميزات، امهات عفيفات، يعني قليل فيك تسلط عليهم الضوء في ظروف صعيبة، يعني نجحوا أنهم يوصلوا الأبناء ديالهم بر الأمان، بل منهم أنهم متفوقين الحمد لله دراسيا. لأول مرة غنتحدثوا على دور كنسميوها المحيط ديال اليتيم، يعني الجيران ديال اليتيم. غنكرموا واحد الأسرة بحقها قامت بعمل جبار في احتضان واحد يتيم الأبوين، وجعلوهم بحال ولادهم في ظروف صعبة الحمد لله لمدة 3 سنوات، وبدات البوادر الحمد لله كتبان. ونحن نقترب من ذكرى 30 لتأسيس الجمعية، فيها 24 سنة متخصصين في كفالة الأيتام. الحمد لله كل سنة كنحاولوا نجدوا الوسائل ديالنا والأدوات ديالنا من أجل يعني تحقيق كرامة ديال هاد الأسر. فخورون أننا مغاربة، ملي كنقول مغاربة بلد ديال العطاء، بلد ديال التضحية. الحمد لله مغاربة الداخل ومغاربة الخارج دائما سباقين البذل والعطاء، وكيبانوا في الكوارث الكبرى. نشهد على أنه في الزلزال كان واحد التضامن غريب وعجيب جدا، وملحمه نقولوا بالملاحم ان شاء الله غادي يسجل التاريخ في تضامن المغاربه مع بعضياتهم. الله يحفظ هذا البلد ويحفظ ملك البلاد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.